في الأعمال الدرامية لرمضان هذا العام كان حاضرا بقوة بستة مسلسلات درامية هو الفنان السعودي عبد المحسن النمر اللي شارك في المسلسلين الاجتماعيين سيلفي تو ومستر كاش مع ناصر القصبي ورفيقه السابق عبد الله السدحان، كما أدى دور راشد والد عيسى الطاروف من أم فلبينية في المسلسل الكويتي ساق البامبو المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب سعود السنعوسي. وشارك عبد المحسن النمر أيضا في مسلسل جود مع الفنانة هدى حسين واللي يقول منتجوه أنه يطرح قضية تسلط الرجل ضد المرأة. وللفنان السعودي المولود في الأحساء مشاركتان، إحداهما في المسلسل البدوي الدمعة الحمراء والأخرى في مسلسل حارة الشيخ. تدرين ونص أنا عارف أنت تكسرين صحون عشان أمي get angry from you and I come and I say sorry. حل الخشب يا أخي، بس أنا عندي لك حل أزيد. ليش ما تأخذ السيارة باللي فيها؟ مكافأة هالمرة راح تكون 5000 ريال. اسمع يا سامي، برسل لك على الواتساب شير لوكيشن معين. مو ما يصير حياة، ما يصير، هي أقرب على طريقي، شلون أروح بعدين بتأخر على الدوام؟ بصيت على ابن خالد دكتور، هذه عين السيحة. لا تكون خايف من درويش يا أبوي، حال الناس بعد وصلني. الحين تشيل اللي تقدر عليها ربعك، ومن باتر يصلك منا اللي قدرها رب السماء. ومن الدمام ينضم إلينا الفنان السعودي عبد المحسن النمر، بنرحب فيك معانا. مساكم الله بالخير جميعا، وسنة خير وبركة إن شاء الله على الجميع، وشكرا على إتاحة الفرصة. أنت شكرا على وجودك معنا اليوم، أنا عارفة كانت في منافسة عليك شديدة من كل القنوات، بس شكرا لاختيارك تفاعلكم والعربية. خليني أبتدي معاك، أنه ما شاء الله هذا كان رمضان موسمك بدون أي منازع، بس أنت لما وقعت على هذه الأعمال هل أنت كنت عارف أنها كلها رح تعرض في رمضان؟ هو كل عمل له حكاية، أعتقد يعني وقت البرنامج ما راح يكفي إن احنا نقول كل الأشياء، لكن أنا بالنهاية في واقع الآن موجود بغض النظر عن تفاصيله كيف وليش. في واقع إنه في عندي كم كبير من الأعمال موجودة في رمضان، وهذا طبعا يحطني في مأزق كبير أكيد، إنه هل أنا أقدر أكون مختلف في كل عمل عن الآخر أو لا، هو هذا السؤال الأهم وهذا هو السؤال الأصعب. أيوة صحيح، أنت كنت كثير مختلف في كل عمل عن الآخر، لدرجة أنه في عمل باللهجة البدوية، لهجة الحجازية، وفي طبعا الكويتية. ما تخاف أنه مثلا هذا الشيء يربك المشاهد وهو بيتفرج؟ هو ما في شك أنه كم الأعمال في موسم واحد هذا شيء مش إيجابي أبدا، لكن هو قلت لك في ظروف كثيرة كانت تحيط في عملية توقيع لهذه العقود وموافقتي عليها وليش وكيف ومتى، لكن بالنهاية أنا اعتبرت أن هذا يكون اختبار لقدراتي، هل أنا أقدر أفرز نفسي في كل عمل أو لا، هذا هو السؤال الأهم. وأعتقد أني أنا يعني راح أترك هذا الحكم للجمهور إن شاء الله خلال هذه الحلقة وخلال إن شاء الله المستقبل. بس مثلا تعتقد أنك ممكن تكرر هذه التجربة؟ يعني رمضان الماضي ممكن نشوف عبد المحسن النمر في 6-8 برضو أعمال؟ لا طبعا أكيد، لأنه هذا الشيء مش سهل ابدا ابدا ابدا، لا على مستوى الجهد العضلي ولا على مستوى الجهد الذهني ولا حتى على مستوى التقبل عند الاخرين. هذه مساله صعبه جدا، فما اعتقد راح تتكرر. في اخطاء انا ارتكبتها قد تكون على مستوى التنظيم، لكن ما راح تتكرر اكيد، راح تكون تجربه مهمه بالنسبه لي. طب اكيد تابعت التعليقات على مواقع التواصل انه ما شاء الله عبد المحسن في كل مكان، انه لو دخلنا البيت حنلاقي عبد المحسن، لو تفرجنا على جيم اوف ثرونز حنلاقي عبد المحسن. صحيح. شفتها هذه الاشياء ازعجتك؟ حطوني لا ابدا، حطوني بالثلاجة، كانت صورة مرة جميلة وكان في رمضان، يعني حبيت اكلني في لحظة. فما تضايقت يعني؟ لا ابدا ابدا، بس هو انا ارجع اقول هي يمكن شويه تكون صدمه، انا متاكد ان هي صدمه وكنت عارف ان راح تكون صدمه شوي، لكن انا بترك هذه العمليه للاختبار الاصعب، ويعني يعني انه انا جيرت لهذا المعنى، لكن بالنهايه هي اكيد كانت شيء مرهق ومتعب جدا 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 بالنسبه لي. اي بس انت وقت كثير وخد جهد كثير. هل انت كنت بتشوف هذه ردود الفعل بنفسك ولا احد كان بينقول لك هي؟ لانه يعني حساباتك على مواقع التواصل غير مفعله ابدا. لا هو أنا عندي حساب على الإنستغرام، هذا يعني قاعد أشوف ردود الفعل واضحة تماما عندي، وقاعد أشوف أيضا أحيانا في بعض الرسائل الخاصة اللي تجيني سواء على الإنستغرام أو على السناب، وأيضا أشوف أصحابي والناس اللي حولي يرسلون لي هذه الأشياء، يعني قاعد أشوفها.
ايوه. طب وفي نقطه كمان تانية اثارت الاهتمام اللي هي مظهرك ما شاء الله الشاب، عيني عليك بارده يعني، بس انه انت بتاخذ ادوار حتى فيها لشباب صغار، فيعني انت تحس انه انت يعني ما كبرت على هذه الادوار وعادي تقدر تجسدها؟ لا، هو في الادوار الاخيره بالذات يعني كنت مراعي هذه المساله، بس هو في مشكله انه المخرجين دائما يطلبوني في هذه النوعيه من الادوار، هم مقتنعين انه انا في النهايه لما اطلع في دور اكيد ما يمثلني هذا الدور على مستوى معطياتي الشخصيه، لا اسمي ولا انا ولا عمري ولا هو قد ايش يكون هذا الموضوع مقنع، هو هذا المهم في السالفه كلها، ان هل هذا الشكل مقنع لهذه المرحله العمريه. لكن طبعا الى ليمت معين، السنه عملت كثير دور كبير بالعمر، بس يبدو لي الناس يعني تشوف الزوايا الأضيق شوية. كبير يعني كم كان؟ 40 سنة مثلا ولا؟ لا يعني مثلا عملت في الدمعة الحمراء رجل في الخمسينات يعني في 55 في 56 سنة، عملت مثلا في حارة الشيخ أيضا عمر يكون في يعني أيضا 50 أو 45، في ساق البامبو كان يعني يفترض أنه في 35 يعني 36 سنة، يعني مش صغير. طب بس انت ما شاء الله شكلك يا عبد المحسن شكلها جيناتك ما شاء الله ممتازه، ولا بتحط كريمات ما نعرف عنها؟ رب العالمين الله يديمها. انا على فكره بس معلومه مهمه، انا جدا مهمل لهذا الجانب تماما، يعني ما بقول الاشياء السلبيه اللي انا اعملها بحياتي اللي ممكن فعلا تاثر على 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 هذا الشيء، بس في شغله مهمه انا عندي نقطه يمكن جيرت لها، في عندي حالة من الرضا ومن التصالح مع الأشياء اللي حولي، يعني ما في عندي اصطدام مع الأشياء، يمكن هذا اللي مخليني شوية متماسك إلى حد الآن. طب ما شاء الله يعني عليك. فحنتابع الآن فيديو من دورك في مسلسل سيلفي واحد وسيلفي اثنين وبعدين نكمل حوارنا. عبد النبي عبد الزهر حسين. يا اخي تصدق عاد انا كثر ما حبيتك ودي اخذ معك سيلفي اوري الوالده اقول لها هذا اخوي اللي ما جابته امي. خذ عطني عطني. زين الحين انا اذا قلت اشهد ان علي ولي الله ما تفجر؟ والله بغطت زر ترى. طيب في سيلفي عملت اكثر من دور بيتكلم عن الازمه بين السنه والشيعه وكنت تلعب دور الشيعي، ما خفت انه مثلا هذا يكون له رده فعل سلبيه مثلا من اي احد من الطرفين حتى؟ لا هو شوفي انا بقول لك في النهايه انا اعي انه المشاهد السعودي والمشاهد العربي حتى او مشاهد سيلفي خليني احصرها هو على مستوى من الوعي لانه قادر يعني يفهم الرساله ايش هي بالضبط من خلال هذه الحلقه. يعني الحلقتين كانت جرعتين مهمتين في 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 قضيه حساسه جدا احنا يعني نتالم منها كلنا على كل الطوائف وكل الافكار هي ضد هذا الشيء. فبالتالي احنا لما نطرح قضيه من هذا النوع انا متاكد من التفاعل الايجابي، وفعلا هذا اللي انا شفته من كل الاطراف، الكل كان متفق مع المقوله في الحلقه الاولى اللي هي العام الماضي ومتفق ايضا مع مقوله السنه اللي احنا قلناها، يعني لان في النهايه في وطن، في بيت، في جدران، في أمن أنا لازم أكون حريص عليه اللي هو أهم من كل هذه الأشياء وفوق هذه الأشياء. نعم. أنا أعني ناس واعية لهذا الشيء تماما. نعم عبد المحسن، إحنا حناخد فاصل ونرجع نواصل حوارنا معك، ففاصل مشاهدينا ونعود. أهلا بكم من جديد، نرحب من جديد بضيفنا اليوم الفنان السعودي عبد المحسن النمر اللي طبعا بينضم إلينا من الدمام. بس قبل ما نواصل حوارنا خلينا نعود معك للبدايات ونتابع في البداية هذا الفيديو. دمات دمات يا جوهر، هني أنا، هني أنا في المطبخ، تعال دمات يبا تعال واهكت بالفريم. وينك انت؟ شو اسوي؟ في المطبخ، انت من زمان في المطبخ بس انت. هذا المطبخ؟ وبعدين شو اللي اثرك فيه؟ عشان تجيب لي فريمات والبلاوي. سويت الفريم، ما سويت شيء. ما سويت شيء، عدلتها مني، طيقت مني شوي مني شوي. عم قايل لك انا زاويه، هاي لازم تساوي زاويه هذه. عندك عدل عدل عشان عدل. طيب عبد المحسن، انت يعني بدات يعني مع رفاق درب من الشرقيه، وانت ما شاء الله استمريت، ولكن هم توقفوا مثلا سمير الناصر على سبيل المثال، ايش سر انك انت ما شاء الله استمريت وهم توقفوا؟ اول شيء طبعا فرصه اني انا امسيه بالخير استاذ سمير الناصر، صديقي وصديق دربي واخوي وقريبي ايضا. سمير الناصر ما توقفوا ما شاء الله عليه لحد الان يعني شغال، بس هو شويه يمكن مساله التزاماته العائليه
شوية حالة من دون أنه يعني يكون له مشاركات متكررة برا، لكن سمير متواجد وفي له عمل أعتقد الآن يعرض على أي، لكن مو ما شاء الله بنفس حضورك يعني، ما حنقارن ما شاء الله بهذه السنة، بس بشكل عام مش بنفس حضورك دائما يعني. طبعا هو صعب المقارنة لأنه كل إنسان له الكاريزمته الخاصة، والأستاذ سمير مدرسة كبيرة أنا تعلمت منه أشياء كثيرة، لكن يبدو لي أنا كنت أكثر تحركا وأكثر اتصالا بالآخرين، يمكن هذا شوي اللي عمل، لكن أستاذ سمير مدرسة بالنسبة لي في يوم من الأيام أكيد. أيوة. طب وأنت كمان كانت لك مشاركات في السينما، منها فيلم عقاب الإماراتي وظلال الصمت، خلينا نشوف مقطع بس من هذه الأعمال وبدي أسألك عنها، عن هذه المشاركات. أتفضل. مثل ما سمعتي أنا أدري تنطري ولد خالتك مايد تبيني يرد، بس لعلمك مايد راح وما بيرجع. ما بيرجع؟ إيه ما بيرجع، ما بيرجع لأن البحر خذاه خلاص. فال الله ولا فالك، وبعدين حتى لو مات كفاية إنه مات هو يحبني وأنا بعد أحبه. طيب أنت يعني عندك بعض المشاركات في هذه الأعمال، هل أنت مثلا ما بتنعرض عليك كثير مشاركات في هذه الأعمال، ولا أنت اللي مبتعد؟ بالنسبة للسينما قصدك؟ نعم أيوة. لا هو تجربتنا السينمائية بالخليج عموما هي يعني تنعد على أصابع. أيوة يعني السينما والأفلام القصيرة. من نصيبي 3 أو 4 تجارب. لا هو يعني أعتقد شوية أنا تعديت مرحلة أني أعمل فيلم قصير، أنا يعني في عندي طموح أن أنا أعمل فيلم روائي طويل يكون يعني يكرس تجربتي، عرفتي يعني بالنسبة للأعمال القصيرة ظلت في إطار يعني مشكلة أنها ظلت في إطار الهواء لا زالت يعني ما في الآن فيلم، حتى لو في فيلم درامي قصير بس داخل إطار محترف. أيوة. أتمنى بس هي هذه الأفلام القصيرة حتى يعني بتشارك في مهرجانات، ويمكن أنت تعرف لو دعمت هدول الشباب الصغار. صحيح. يمكن برضو تساعدهم. أتمنى بالعكس، بس هو بالنهاية ما في تجربة جاتني على مستوى من النضوج اللي يخليني أنا أيضا يعني أدخل في هذه التجربة. نعم. لأنه كمان أنت بعد مسؤول عن تجربتك، فلما بتدخل في تجربة على الأقل تكون على مستوى من السوية يأهلك أنك تعمل لها أبغريد شوية، تدعمها إلى مستوى معين، ولو تجيني تجربة من هذا النوع أكيد شيء يشرفني ما في شك. هل أنت متفائل مثلا بهيئة الترفيه، بالهيئة الفنون كمان؟ أكيد هذه بوابة كبيرة للحلم، يعني أعتقد في شيء في المستقبل راح يكون شيء كثير مهم، وأنا على أتم الاستعداد لهذا القادم، وأتمنى إن شاء الله أنه هذه البوابة العظيمة اللي إن شاء الله راح تفتح قريبا تمثلنا وتخلينا نقدر نقول هذا إحنا كشعب سعودي قادرين على صناعة شيء مهم إن شاء الله وعلى مستوى عالمي أكيد. قبل ما أترك موضوع السينما ونستعرض بعض أسئلة المشاهدين سريعا، هل تفكر أنك تشارك في أفلام مثلا مصرية أو أعمال درامية مصرية، وخصوصا أنك أنت أعلنت عن قبل كده عن مشروع خليجي مصري؟ صحيح، هو كان يعني شوي أنا عندي تحفظ على مسألة أني أنا أشتغل بعمل مثلا مصري سواء سينمائي أو تلفزيوني ويكون باللهجة المصرية، تحفظي فقط على قدرتي أن أنا أتقمص هذه اللهجة. لكن كان في مشروع سابق كنت أنا بثوبي الخليجي داخل هذا العمل، هذا كنت بالعكس كنت متحمس له كثير لكن ما تم، إلا إذا عرض علي عمل هو في داخل إطاره كاركتر لهجة مثل اللهجة الصعيدية أو غيرها ممكن يعني أتخبل هذا الشيء وألعبها كلهجة مثل اللهجة البدوية أو الأخرى، لكن اللهجة المصرية القاهرية أعتقد أنها شوية صعبة وأخاف من الدخول في هذه التجربة رغم أنه عرض علي أكثر من مرة يعني. طيب خلينا نشوف بعض أسئلة الناس، مثلا هنا في تعليق من بنت بتقول ما شاء الله أنه رغم تقدمك في السن إلا أنك لازلت شباب ومعتني بشكلك، وتحدثنا نحن عن هذا الموضوع. خلينا ننتقل، ما هو أفضل مسلسل؟ أشرب حليب الصباح. تشرب حليب في الصباح، كلنا رح نشرب حليب من بعدك يا عبد المحسن. كلنا رح نشرب ما شاء الله عليك. الله يسعدك. ما هو أفضل مسلسل ترى أنك أنت أبدعت فيه في رمضان هذا تحديداً أو بشكل عام؟ رمضان. والله أنا يعني أنا ما أحس أني أنا أبدعت يعني، بس أحس أنه كل شخص يعطيته حقها بصراحة قدر استطاعتي وقدر إمكانياتي، مش قدر الوقت كان عندي أنا مسؤول عنه، بس هي حسب قدراتي اللي أنا أعتقد أني أنا أمتلكها أعطيت كل شخصية حقها بالكامل. ما كان في شيء كده أقرب لقلبك نقول تسمح لي؟
الأقرب لقلبي بصراحة الدمعة الحمراء لسبب واحد. أنا يعني نموذجية الشخصية اللي كنت أنا أجسدها اللي هي شخصية العراف، يعني شخصية أتمنى أنها تكون موجودة في كل شخص، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الناس أو على مستوى العوام من من البشر عند المثقفين، يكون يحملون هذه المبادئ لشخصية العراف. كنت كثير سعيد وأنا أقول كلامها وأنا أجسدها، كنت فخور فيها كثير. جميل. عبد المحسن، حنأخذ شوية أسئلة سريعة بس تجاوب عليها سريعا. في هنا واحدة بتسأل بتقول راشد رح يرجع ولا لا في ساق البامبو؟ ما أبغى أحرق العمل، أنا ما أصدق أكسب مشاهد، لا شاهدوا العمل النهاية، في يعني لازم تكتشفون هذا الشيء عشان ما أخرب المتعة عليكم. طيب، وهنا في لاحظت بعد أنه أدوارك كلها شخصيات طيبة ما فيها شر، عشان كده الناس متأثرة فيك في كل مسلسل. ما تحب الشر؟ لسه 15 رمضان. طيب خلينا نتوقع. هل ندمت على كثرة الظهور هذه السنة؟ شوي يعني تمنيت انه هو بس بقول لك على اشكاليه بسيطه سريعه سريعه. المشكله انا اغلب مشاركاتي في الاعمال كلها ترى ضيف شرف، يعني انا العملين الوحيدين اللي انا فيها ماخذ دور اساسي اللي هو الدمعه الحمراء وجود. صحيح. بقيه الاعمال كلها انا ضيف، ثلاث حلقات، حلقه حلقتين بس، يبدو لي اني انا باقي في ذاكره المشاهد، عشان كذا حاسس اني انا كثير. صحيح. يعني طبعا كل عمل أكيد. هي حتى انت الادوار اللي طلعت فيها كضيف شرف كان حضورك طاغي، فعشان كذا نحن فاكرينك وحاسبينك من ابطال هذا العمل. اشكرك جدا على وجودك معنا اليوم واختيارك لتفاعلكم للظهور. كان معنا النجم السعودي عبد المحسن النمر. شكرا لكم.